الآن مشاهدينا إلى جولة اقتصادية في نشرتنا. أخبار المال والأعمال ومصطفى ميزار، إليك مصطفى. شكرا يوسف عبدين، شكرا نهى توفيق. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة. ترأست وزيرة التعاون الدولي ووزير التجارة العراقي الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للدورة الثانية من اللجنة المشاركة، وشهد الاجتماع بحث تفاصيل كافة الوثائق المزمع التوقيع عليها خلال اجتماع اللجنة العليا ومناقشة التحديات التي قد تحول دون تعزيز التعاون المشترك ودراسة سبل التغلب عليها بما يعزز من التكامل الاقتصادي بين البلدين ويحقق الاستفادة القصوى من المميزات التنافسية وينعكس ذلك على مستوى معيشة مواطني البلدين. التقى نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عمرو نور الدين مع وفد من الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وذلك لبحث وضع الاستثمارات السعودية بمصر وفرص تنمية الاستثمارات القائمة وضخ استثمارات جديدة. خلال اللقاء أكد نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار أكد على أن الهيئة ستقدم كل أشكال الدعم لإنجاح الشراكة الاستثمارية المصرية السعودية، وستكون بمثابة حلقة الوصل بين الجانب السعودي ومجتمع الأعمال المصري، مضيفا أن البلدين شهدا طفرة تشريعية وتنفيذية لتمكين رواد الأعمال من تأسيس وتنمية شركاتهم وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قائدة للنمو، مما يخلق فرصة قوية لتحقيق نجاح مشترك للبلدين الشقيقين. أعلنت إدارة البورصة المصرية عن انتهاء حل العطل الفني والذي تعرض له نظام التداول خلال جلسة اليوم، كما أعلنت إدارة البورصة عن استئناف التداول غدا الثلاثاء في المواعيد المعتادة، مع تأكيد إدارة البورصة على أنه سيتم الاعتداد بكافة العمليات المنفذة خلال جلسة اليوم حتى توقف نظام التداول. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي، إذ يحاول المستثمرون معرفة اتجاه البنك فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، في حين تأثرت السوق بمخاوف إزاء نمو الطلب على الوقود في الصين وزيادة إمدادات الخام الروسية. هذا وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت الوسيط بما نسبته 2.5% لتصل إلى 72 دولار و88 سنتا للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 2.8% ليحقق ويصل إلى 71 دولار و98 سنتا للبرميل. هذا وتراجعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.3% لتصل إلى 2.33 دولار، وبالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي فقد تراجعت هي الأخرى بما نسبته 93% لتسجل 2.23 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وافق البرلمان العراقي على ميزانية عام 2023 والتي تبلغ 198.9 تريليون دينار، أي ما يوازي 153 مليار دولار، تشمل إنفاقاً قياسياً على فاتورة أجور حكومية متزايدة ومشروعات تنمية تهدف إلى تحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية. وفقاً لمشرعين ووثيقة الميزانية، يقدر عجز الميزانية بنحو 64 تريليون و36 دينار عراقي، وهو مستوى مرتفع على نحو قياسي ويبلغ أكثر من مثلي آخر عجز ميزانية مسجل في عام 2021. قال مشرعون إن الميزانية تستند إلى سعر نفط 70 دولار للبرميل، وتوقعات بتصدير ما يقرب من 3.5 مليون برميل نفط يوميا، منها 400 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان. انتهت مشاهدينا الكرام هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة، ونعود لاستكمال ما تبقى فيها من أخبار مع الزملاء يوسف ونهى. شكرا جزيلا لك مصطفى.